الكسل مرض وداء استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. صح. نعم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك نوم، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. سبحان الله. يعني الكسل هو التثاقل عن الشيء والقعود عن إتمامه والفتور عنه، والكسل يؤدي بصاحبه إلى التردي. نعم، يعني تصور من العز إلى الذل، ومن الغنى إلى الفقر، ومن النباهة إلى الخمول. لهذا يقول الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحفر. صح. نعم، لهذا الكسول يعني لا ينفع غيره، هو فضلا عن أن ينفع نفسه. نعم، لهذا الكسل يعني له صور عديدة وكثيرة في أمور الدين والدنيا. فمثلا في أمور الدين، الإنسان يعني يقدم هواه على طاعة مولاه، ويؤثر الراحة على العبادة. نعم، ولهذا يعني قد استحوذ عليه الشيطان هذا الشر ووقع في شراكه، والله سبحانه وتعالى يعني ذم هذا الأمر في القرآن وجعله صفة من صفات أهل النفاق، فقال جل وعلا: نعوذ بالله من النفاق، إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.